مرحبا، عم نطلع عليكم يوميا لحتى نخبركم عن اخر اخبار الفنانين محليا عربيا وعالميا. وحنبدا اول اخبارنا لليوم بذكرى رحيل الفنان نضال سيجري يلي صادفت امبارح 11 تموز بعد معاناته مع مرض سرطان الحنجره. نضال سيجري اسم ضل بذاكره الفن العربي والعالمي، رحيله ترك حزن وفراغ عند زملائه وايضا عند الجمهور يلي شافه بشخصيه الكوميديان من الطراز الرفيع، الا انه كفنان قدم الكثير من الشخصيات المختلفه وبرع بتقديمها بالعديد من الاعمال الدراميه المهمه. بذكرى رحيل سيجري العديد من الممثلين استذكروه، منهم تولاي هارون وباسم ياخور يلي نشر صوره جمعتهم بمسلسل ضيعه ضيعه على صفحته الخاصه على السوشيال ميديا وكتب: الغالي الذي رحل في مثل هذا اليوم الحزين. وبدور الفنانة أمال سعد الدين كمان شاركت الراحل بمسلسل ضيعة ضيعة وقالت بذكرى وفاته: نضال من الأشخاص النادرين يلي نحن دايماً بنذكره، وأكدت أنه رأي أصدقائه فيه واحد وأنه شخص محب كريم وصديق رائع، ونحن بدنا نقول الرحمة لروحك نضال سيجري. فورا غرام العمل الجديد يلي عم بيشوق الفنان اللبناني راغب علامه جمهوره وكل محبينه لإله قبل طرحه. لهيك السوبر ستار نشر برومو اعلن من خلاله عن موعد طرح اغنيته وكتب على السوشيال ميديا: رح ترجع تشرق شمس الحياه من جديد ونرجع نغني ونفرح يوم 15 تموز موعد اغنيتي الجديده فورا غرام. بتمنى تنال اعجابكم يا حبايب القلب. وعلى فكرة راغب طرح قبل أشهر عبر قناته الخاصة على يوتيوب توزيع جديد لأغنيته اللي بعنا يلي صدر الفيديو كليب الخاص فيها عام 2018 وقدر يحقق من خلاله نسب استماع ومشاهدة عالية، رقم قياسي جديد عم بيسجله بمسيرته الفنية. وائل كفوري ومن بعض الأصداء الإيجابية لأغنيته كلنا بننجر على ما يبدو بعده مكمل بها النجاح، وخصوصا من بعد ما طرح أغنية البنت القوية وبأقل من 24 ساعة قدر يتخطى الفيديو كليب الخاص فيها المليون مشاهدة على قناته الخاصة على يوتيوب وتصدرت قائمة الترند بلبنان على الموقع نفسه. هالأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، أما الفيديو كليب فأخذ طابع الأجواء الصيفية المرحة. أخيرا قرر الفنان أحمد حلمي أنه يرجع للسينما من بعد غياب دام حوالي 3 سنوات واستقر على فيلم جديد باسم مبدئي لإله وهو إكس. الفيلم تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وحلمي حالياً عم يعقد جلسات عمل يومية مع المؤلف والمخرج للاتفاق على كل تفاصيل العمل واختيار بقية فريق الممثلين يلي حيشاركوا فيه استعداداً لانطلاق التصوير بشهر آب أغسطس المقبل. ورغم تكتم حلمي على كل تفاصيل الفيلم، ولكن بعض الأخبار الصحفية بتقول أن أحداثه بتدور بإطار كوميدي ساخر وبتتناول قضايا الفساد يلي بتصير تحت غطاء الأعمال الخيرية. مجموعة من الأخبار الفنية عم نقدم لكم إياها بشكل يومي. لاقونا بكرة بنفس الموعد. باي باي.